يا محمد، احنا مش عايزين جملة، هي في كلمة صغيرة كده معناها مسافر في رحلة شاق. ولدان يا إسراء، ولدان يا محمد هاني، ولدان يا بطوطة، يا لولو عندك حرف غلط، محمد هاني عندك حرف غلط، وإسراء عندك حرف غلط. معلش لسه لا متحشاش انا فيه. كتبت رومانسي بس اللي بتاعت ماسح بالغلط. اوكي، ولدان يا وجينا، ولدان يا لوكا، ولدان يا بطوطة. احمد برضه عندك حرف غلط، ريما عندك حرف غلط، اسمها تريك يا جماعة بالإي مش الإيه، تراك شكلنا ده اللي بنجري كلنا عليه. تعبانين يعني. ماشي، هي بالايه ولا بالايه؟ بالإي تستخدموا جوجل يا جماعة ولا إيه؟ مش فاهمة. شكلها يا مس عضو منتشرة يا مس. في كده اتنين استخدموا جوجل هما بيعملوا دكتيشن. والله يا مس مين استخدمت يعني؟ جوجل خالص. يا جماعة محدش يستخدم جوجل يا جماعة، نحفظ الكلمات من طب قولي الكتاب. الأسامي يا مس عشان يتفضح مس. لا، محمد عبد المجيد ولدان، لولو ولدان، إسراء ولدان. كاتبين he travels on a radius journey، دي أكيد جوجل دي وش يعني. يا وبي ليه متعملش معايا ديكتيشن؟ يا ولدان يا ريم، انا اساسا معيش الكتاب. مش معاك بي دي اف تذاكر منه؟ انا كنت بذاكر في البي دي اف بس دلوقتي مش لاقيه، مش عارف فين. يعني انت مذاكرتش انا كلمات؟ هبعته لك. مذاكرتش كلمات يعني يا عبي؟ معرفتش احفظها المرة اللي فاتت. طب بعد حس اقول على الجروب ابعت لك الكتاب. تمام. احنا كده خلصنا الديكتيشن يا جماعة. من المرة الجاية ان شاء الله كلنا هنفتح الكاميرا بتاعتنا على الملخص كده، اللي مش هيفتح الكاميرا بتاعته على الملخص يا هينقص مس بوينت. والله جت حظ يا مس وعملتها بالعافية. اتصرف بقى الكاميرا اللي أصلا مثبتها يا مس بعصير والله العظيم. مش هيفتح هينقص بوينت في التقييم بتاع الأسبوع. طبعا نكمل الحصة بتاعتنا. Good morning, I'm teacher Saya Mahmoud for Genius Online School. إن شاء الله we will continue on lesson 3 and 4 unit 9. Sunlight, famous places and cities. المرة اللي عدت النهاردة هنكمل من أول. أخدنا ويتر بورد المرة اللي عدت، فأنا نسيت أعمل لكم عليه ديكتيشن. هنعمل عليه ديكتيشن المرة الجاية مع الباقي، مش مشكلة. هنبدأ في كلمات forms of transport، وسائل النقل. cars يعني السيارات. ships السفن. plans الطائرات. trains القطارات. هنكمل مع بعض لعبة points، اللي هنقول الكلمات بالدور ومش هيعرف احنا فين هينقص نص بوينت الفريق بتاعه، فريق ladies وفريق gentlemen. اوكي، نعم. يمشي على جواب دلوقتي. انتي جنى؟ يا مس حد عنده شيب ألو، بيقطع سمع غلط يا مس. يس، تفضلي يا جنى. ايش طيب السؤال؟ احنا لسه بنقرأ الكلمات يا جنى. forms of transport. تمام. read يلا اقرأي يا جنى أول كلمة.
اوكي معناه train. اوكي ويل دان يا جنى، ازاي فقتهم لنا كلهم يعني المره دي؟ بس تشبهيها على سفر، مش هتبقى عارفه تفتح المايك تاني. بس هي قالت دي عشان ما سمعتهاش. It forms of transport cars, ships, planes and trains. اوكي. ده هنبدأ في vocabulary of lesson 4. mistake 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 يعني خطأ. complete 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 يعني يكمل أو ينهي، مش ينهي يعني ينهي إنه يخلص يعني عميل الحاجة اللي بيعملها يعني أو يكملها، هما الاتنين بنفس المعنى، مش معنى متناقض يعني. British 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 يعني إيه؟ بريطاني، جنسيته بريطاني. Return Return يعني يعود. Introduction 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 يعني مقدمة. Character 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 يعني شخصية. Chariot 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 يعني رسم بياني. Sorry Sorry Card Card سلامات. يعني يعني عليكم السلام ورحمة الله. مين اللي دخل يا جماعة؟ مين آخر حد دخل؟ مين آخر حد دخل عشان نعمل قدامه صح؟ مين يا جماعة دخل؟ السلام عليكم. هو مش ظاهر عندي في الشات فكده مش هتاخد حضور يعني. شارت يعني ايه؟ رسم بياني. support support يعني يدعم او يؤيد. support مازن. نعم يا مس. يلا قول اول كلمة في لسن فور. مستيج لولو. كومبليت محمد هاني. ماشي، مش هدخل حمام وجع على طول. طب قول كلمة طيب الأول. يا محمد محمد هاني ومحمد عبد المجيد. بس هي كلمة الديكتيشن عشان الجهاز عندي فصل. طيب حاضر هقولهم لك تاني في الآخر، وأنت مين بس أول؟ مين يا جماعة اللي بيسأل؟ ما جيت جيت ويمس. نعم، مازن؟ لا أنا محمد جيت. أوكي لا أنا هحط كلمة على كلمات الديكتيشن. مين؟ تمام. أنت مس اسمك إيه؟ محمد عبد المجيد. بس وضعي راح ولا لسه موجود؟ لسه موجود. يلا يا محمد. بريطاني الجنسية. بريتش زوجينا. زوجينا انا نعم يا مس. قولي يلا كلمتك. ممكن يعني كلمة؟ ليه مش مركزة معانا؟ لا انا عندي النت بوظ. كلمة يعود. مس خسروا البوينت يا مس، خلاص. كلمة يعود يا لجاي. ممكن أحمد. ايه مس دورك يلا. introduction.
جدا ديمون ده، كاركتر ولدان أوباي، شارد ولدان بطوطة، سبورت ولدان. بعدين عندنا irregular verbs، hurt يعني يجرح أو يؤذي، hurt hurt hurt، ثلاثة زي بعض، hurt hurt hurt. speak يتحدث، spoke spoken، speak speak spoke spoken، tell يعني يخبر، told told، tell told told، tell told told. محمد عبد المجيد، هارت 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 ريم، speak spoke spoken مازن، أنا يا ميس مازن yes، دل طول طول well done. بعدين عندنا collocations وشوية متلازمات لفظية. خلينا verb make، بيجي مع ايه؟ make a salad، يجهز السلطة، make a cup of tea، يجهز كوب من الشاي، make a mistake، يرتكب خطأً. التلاتة دول بيجي معاهم ايه يا جماعة؟ بيجي معاهم verb make. طيب بعدين عندنا take a photo، take a photo يعني اخد صورة او يصور، take a challenge، take a challenge، take a challenge يعني يخوض تحدي. okay، عندنا definitions نبدأ مع بعض. اول definition يا اسراء، تمام called coldly لا a cold is بصي، not loud أو cloudy، loud cloudy. cloudily a cloud is what object the frost in the sky White object، white white. okay when there are clouds in the sky the weather is cold. بصي، in the sky the weather is cloudy، يعني ايه cloud or cloudy؟ يعني سحابة أو ملبد بالسحب. ملبد بالسحب يعني مليء بالسحب. بيقول لنا هي السحابة هي حاجة بيضة، بتبقى ايه، طايرة كده أو تطفو في السماء. لما يكون عندنا clouds كتيرة، سحب كتيرة في السماء، ساعتها الطقس بيبقى اسمه ايه؟ اسمه cloudy، يعني اسمه ملبد بالسحب. اوكي طيب اوكي محمد هاني، الاول في حد ملك ما جاوبتش معانا ولا مره، هيك تجاوب بعد محمد يا ملك. تمام يا مس اتفضل يا محمد. محمد هاني، محمد هاني سامعني؟ محمد عبد المجيد، سامعني يا جماعة ولا لأ؟ معك يا مس قول تاني ديفينيشن يلا يا محمد، أمس قول تاني ديفينيشن. فوق فوق is a very low cloud when it becomes difficult to see very far when far when there is fog the weather is foggy هنا فوج أو فوجي مش يعني غيوم، لا قصده ضباب. عارفين الشبورة يا جماعة؟ لما الجو يبقى كده مليان شبورة مش عارفين تشوفه كويس، ده اسمه فوجي. مش قصده غيوم، هنا قصده ايه؟ قصده اللي هي الشبورة أو الضباب. فيقول لنا يعني ايه فوج؟ اللي هو الضباب، لما يبقى الجو ايه، very low cloud. ماشي،
ساعتها ايه، صعب ان انت تشوف الرؤية، بتبقى صعبة. وهناك في ضباب، ساعتها الجو بيبقى اسمه ايه، اسمه ضبابي او فوجي. اوكي لوكا، very low cloud يعني قصده ايه، اكن السحاب اللي في السماء ده نازل تحت على الارض، واطي كده منخفض، فبيبقى عامل شبوره كده جامده او ضباب كده جامد. عشان كده كده معاكو غيوم، قصده ان هو قصده بيها كده يعني. طيب لوكا، third definition. بالك سامعاني؟ ايوه يا مس، اتفضلي. تمام. rain is water that falls from the sky. when it rains the water is rainy. weather، weather is rain. يبقى لنا هنا ايه، rain اللي هي مطر، والجو rainy يعني ممطر، اللي هي تكون ايه، هي المطرة، المية بتنزل من السماء. لما يكون في مطر ساعتها الجو بيبقى اسمه ممطر. اوكي يا احمد، أنا أمس؟ يس snow snowy. snow is like cold, soft, white rain and falls from the sky. when it snows, the weather is snowy. ولدني يا احمد، يبقى سنو يعني جليد، سنوي يعني جو جليدي. قال لنا التلج او السنو ده شبه like cold، بيبقى بارد قوي، soft ناعم، ولون ابيض او مطرة بيضة يعني، يبقى مطرة بيضة، مطرة لونها ابيض ناعمة وباردة جدا، بتسقط من السماء. قال لنا ما يكون فيه سنوز جليد، ساعتها الطقس بيبقى ايه، جليدي سنوي. طيب في اي حد ما جابش معانا ولا مرة؟ طيب لولو اتفضلي. تمام. مس wind a windy. wind is the movement of air. when the wind blows the weather is windy. يبقى ويند يعني رياح، ويندي يعني جو عاصف. قال لي ايه هي الويند، ايه هي الرياح؟ قال لي حركة الهواء، لما يكون عندنا لما بتهب الرياح عندنا ساعتها الطقس بيبقى اسمه ايه، ويندي عاصف. طيب أبي، نعم، يلا definition. تمام. storm stormy. a storm is very bad with weather with a lot of wind and rain or snow. when there is a storm storm the weather is stormy. يبقى ستورم يعني عاصفة، ستورمي يعني عاصف. قال لي هي العاصفة طقس سيء جدا، فيها كثير من الرياح والأمطار أو الجليد. لما يكون عندنا عاصفة الجو ساعتها بيبقى اسمه ايه، جو عاصف. طيب نجينا، Some sunny. The sun is what gives us light. when the sun shines, the weather is sunny. يبقى ايه هي الشمس؟ الشمس هي بتدينا الضوء، لما بتبقى الشمس مشرقة كده ساعتها نقدر نقول الجو ايه، مشمس. طيب محمد هاني، ايوه، ما اسمعش المايك، كان معلق قبلها. اوكي اتفضل. أمس اوكي اتفضل، قول ديفينيشن. تمام. عارف احنا فين ولا لا؟
لا لا عارفة. يلا يلا يا محمد. يحمي روتك. يس هيرا بقى الديفينيشن. read the definition يا محمد. تمام. look after keep safe. well يعني protect يعني يحمي، معناها ايه؟ look after يعني يعتني بيه، keep safe يحميه او يخليه امن يعني. طيب ريموندا، تمام. real Wi-Fi the metal that a train travels on. the railway line اللي هو خط السكة، حديد اللي هو الحديد اللي القطر بيسافر عليه. هل أنا نسيت حد من الجنتلمان ما خلناهوش يجاوب؟ في حد فيكم ما جاوبش؟ طيب مازن اتفضل. أمي بس يلا definition. challenge a difficult task to do the or فالتشالنج اللي هو تحدي، بيقول لنا ايه؟ مهمة صعبة ان احنا نعملها او مشكلة. طيب بعد كده عندنا التنميز والانتنيمز. قال لي ايه اول كلمة؟ دارك. دارك يعني مظلم او غامق. التنميز بتاعها بلاك، الانتونيم لايت، دارك بلاك لايت. طيب ويت يعني مبلل، حامض يعني مبلل برضو. ال opposite dry، dry wet حامض dry wet حامض dry. return يعني يعود، come back ال opposite go or leave، return come back go leave. top يعني قمة، peak يعني قمة، bottom يعني قاع. top peak bottom، top peak bottom. بطوطة. تمام. dark black night. أحمد. ايوه wet humid dry. ريم. yes طيب الكلمة في كلمة يا ريم. top big bottom. اوكي بس مش هذه الكلمة اللي عليها الدور. قولي يا محمد، هاني الكلمة قبل الأخيرة. تمام. train come back go leave. return. yes. بعد كده عندنا prefixes and suffixes. فعلا ال prefix ده مقطع بيسبق الكلمة وبيغير معناها أو ال function بتاعتها، وال suffix ده بقى بيالي الكلمة لما بيجي في آخر الكلمة برضه بيغير معناها أو ال function بتاعتها. ده أنا أول حاجة suffix t-i-o-n قال لي يحول الفعل الاسم، يبقى أنا عندي verb هضيفله t-i-o-n هيديني noun. presentation، presentation يعني عرض أو تقديم. ed تحول الفعل إلى صفة، يعني عندي verb هضيفه ed هيديني adjective. frighten يعني يخيف، frightened يعني خائف. طيب ال ER اللي تحول الفعل اسم، يبقى أنا عندي verb هضيف له ER هيديني noun. speak يتحدث، تفتكر ال ER بقى ايه؟ speaker يعني متحدث، أو حتى سماعة صوت أيا كان يعني. طيب عندي suffix Y
هل تحول الاسم لصفة؟ ما انا عندي ناون هضيف له واي هديني adjective زي rain مطر rainy ممطر storm عاصف stormy عاصفة. كل حاجات الطقس اللي اخدناها المرة اللي عدت نفس الطريقة. طيب هناخد exercise زي homework. بس ممكن تبعتها على الجروب. yes sure. عندنا بعد كده general notes on reading and listening. أول حاجة boy، ال preposition boy عندي قال لي ليه معاني واستخدامات كتيرة مختلفة. أول حاجة boy بيجي بعديها شخص، يبقى معناها ايه؟ بواسطة، يعني الشخص ده هو اللي عمل الحاجة دي. فقال this room was painted by علي، يبقى الأوضة دي اتدهنت بواسطة مين؟ بواسطة علي. يعني بعدين باي وبعديها شخص، معناها ايه يا جماعة؟ معناها بواسطة. طيب باي وبعديها مكان، قالت ساعتها يبقى معناها بالقرب من أو بجوار. he is sitting by the fire، he is sitting by the fire. اوكي، يبقى هنا بالقرب من، ده بالنسبة للمكان. طيب لو تجي بعديها وقت، باي ووقت يعني حوالي أو بحلول ذاك الوقت، بحلول ذاك الوقت. باي 2025، بحلول 2025 we will have built a new house، هنكون إن شاء الله بنينا إيه؟ بيت جديد. يبقى هنا باي وبعديها وقت، معناها إيه؟ بحلول ذاك الوقت. طيب باي وبعديها وسيلة مواصلات عن طريق، we went to Cairo by bus، يعني احنا القاهرة بالأتوبيس.